394 يوم ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية لمستشفيات القطاع، مما يفاقم الوضع الصحي لمرضى قطاع غزة. إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إلحاق الأذى بمرضى قطاع غزة ومصادرة حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني. نطالب كافة الجهات ذات العلاقة للضغط المباشر على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية وقطع غيار الأجهزة الطبية المتعطلة وإنقاذ مرضى قطاع غزة من مقصلة الاحتلال والحصار.